حضرة النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم متصل في كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، ونفعنا الله بعلوم وعلوكم سائر علوم الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: باب غسل المحرم. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل: أصبب على رأسي. فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب: أصبب، فلن يزيده الماء إلا شعثا. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفثي ولبس الثياب. باب ما ينهى عنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا بحسن البيان على لسان عبده المنزل عليه القرآن سيدنا محمد من عظم الله له القدر والشان، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل حين وآن، وعلى آله المطهرين وأصحابه الأعيان، وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالإحرام والحج والعمرة، ويذكر لنا عليه رضوان الله تبارك وتعالى في هذا حديث غسل المحرم لرأسه. هل يغسل؟ قد تقدم معنا سنية الغسل للإحرام، أن للإحرام بالحج والعمرة يسن
أن يغتسل قبل أن يحرم للحج والعمرة كما هو عند الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وذكر في هذا الحديث الغسل للرأس في أثناء الإحرام، فيقول غسل المحرم رأسه. أي إذا كان في أثناء الإحرام هل يتعرض للاغتسال أم لا، خشية أن يسقط شعر رأسه أو أن يبعد عن الشعث الذي ندب إليه المحرم والحاج أشعث أغبر وما إلى ذلك. فأما من وجب عليه الغسل باحترام ونحوه فأجمعوا على أنه يجب عليه أن يغتسل وإن كان محرما، فالغتسال من الجنب واجب عليه، ولكن فيما عدا ذلك من الأغسال. وفي البخاري بوب الاغتسال للمحرم، والذي يروى عن الإمام مالك أنه كره للمحرم أن يغتسل خشية من سقوط الشعر وابعاد الشعث وما إلى ذلك، وقال الأئمة الثلاثة لا بأس أن يغتسل لمباح أو لشيء من ما يعرض من السنن كجمعة أو لدخول مكة ونحو ذلك، فلا بأس بأن يغسل شعر رأسه، وإن خرج بسبب دلك رأسه شيء من الشعر وجبت عليه الفدية، فإن لم يكن ذلك بمده ولا بحقه للشعر وإنما تسقط من نفسه فلا شيء عليه. إذن فعند المالكية ما ينبغي للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خيفة قتل الدواب، وقالوا فإذا أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده، ولا أحب أن يغمس رأسه، يقول الإمام مالك ذلك يقول الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه بالغمس أو بالصب ولا إشكال في شيء من ذلك. وجاء في رواية عن مالك أنه إن دخل المحرم الحمام أي مكان الغسل فتدلك وأنقل وسخف عليه الفدية، وهكذا قال الجمهور بجواز الاغتسال للمحرم ولو تبردا وكذلك غسل رأسه، فقالوا هو جائز ولا إشكال في ذلك. وجاءت الكراهة عند المالكية، وقال غيرهم الغسل للتبرد جائز للمحرم ولو كان لغير ضرورة، وهكذا يقول ابن قاسم من المالكية لا أرى بأسا إن وجد المحرم حرا أن يصب على رأسه الماء. أورد لنا حديث ابن عباس والمسور بن مخرمة فقال أن عبد الله بن عباس حبر الأمة والمسور ابن مخرمة كلاهما من الصحابة، وفي رواية جاءت ابن كنت مع ابن عباس والمسور اختلفا وهما نازلان بالأبواء في ذهابهم للحج، وهذا الأبواء جبل قريب من مكة
وعنده بلدة تسمى باسم الجبل يقال لها الأبوة، قرية الأبوة، وهي التي على الأصح توفيت فيها آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم عند رجعتها به من المدينة المنورة وهو ابن 6 سنين. وكانت هناك ومرضت، وكان مع أم أيمن بركة الحبشية التي خلفها عبد الله بن عبد المطلب، فكانت تركة ابنه لم يخلف غيرها. وهناك ودعت ابنها المسهون وقف على رأسها وهي تجود بنفسها، وقالت له في أبيات: الله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام، إن صح ما رأيت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام. وهذا كان ينعش ملة جد إبراهيم. وقالت إنها ميتة وذكرها باق بولدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ذلك هذا الأبواء، وفي تلك القرية توفيت وأرجعت أم أيمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة، واستلمه جده عبد المطلب، وقد أخبرته بوفاة أمه بعد أن توفي أبوه وهو حمل، وكفله عبد المطلب 2 سنين فتوفي، فكفله أبو طالب عمه بن عبد المطلب إلى أن كبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عبد الله بن عباس: اختلف بالأبواء، يعني تذاكرا وتناقشا في مسائل الشرع، ثم ذكرا غسل المحرم. قال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، لا شيء عليه، متى ما أراد يغسل رأسه لأجل تنظيف، لأجل تبرد، لأجل غسل، لا شيء عليه. قال: مسر بالمحرمة، لا يغسل المحرم رأسه. فلما تذكروا في العلم وذكروا هذه المسألة، فسيدنا ابن عباس لا يرى باسا بأن يغسل المحرم رأسه، والمسور بن مخرمة يقول: لا، إذا لم يجنب فلا داعي لأن يغسل رأسه، لأن المحرم ينبغي أن يكون أشعث، وحتى لا يخاف سقوط شعر الرأس. قال عبد الله بن حنين هذا: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، روح إلى عند أبي أيوب، وفي أن الصحابة إذا تذاكروا فرأى كل منهم قولا رجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الدليل الذي يؤخذ من المصدر فيرجعون إليه، ولم يكن أحدهم يحكم اجتهاده على الآخر ولا على من سوى، ويرجعون للبحث عن الأصل والدليل والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن ابن عباس كان يعلم أن أبا أيوب رضي الله عنه خالد بن زيد الأنصاري الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، يعلم أنه قد علم علما في المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسله ليكون ذلك فاصلا في الحكم المسألة. فهكذا مرجعهم إلى الأصل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فذهب إليه عبد الله بن حنين إلى عند أبي أيوب، صادفه يغتسل بنفسه وهو محرم، فوجدته يغتسل بين القرنين خشبتان توضعان على رأس البير، قال قرنين، ويمد بينهما خشبة يجعل الحبل عليها يجره المشتقي، هذا القرنين، وكما يبنى هنا جدار وهنا جدار، وتجعل الخشبة بينهما، فإما بناء وإما خشبتان توضع ثم بينهما خشبة يكون حبل المستقي عليها يجره، وهو
يستر أو مستتر بثوب، وهذا مما ورثوه من الحياء والأدب عنه صلى الله عليه وسلم. فقد كان أبو أيوب في إزار، ولكن مع كونه في الإزار يستر بقية جسده وقت الاغتسال حياءً. قال: وهو يستر بثوب لأنه يغتسل. فسلمت عليه، لأن يحتاج إلى مخاطبته، فستفتح كلامه بالسلام عليه، ففيه أنه يمكن ذلك كما حصل لأم هاني وقد دخلت يوم الفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، وكان صلى الله عليه وسلم لا يغتسل إلا بإزاره، ولكن لحيائه أيضا يستر بقية جسده. فحملت السيدة فاطمة الثوب وسترت أباها وهو يغتسل، فدخلت أم هاني، ولما كان هذا الستر يعم البدن كله لم يرها صلى الله عليه وسلم من وراء الستارة، فسلمت فقال: من؟ قالت: أم هاني. قال: مرحبا بأم هاني صلى الله عليه وسلم. فكلمته وقالت له: إني أجرت فلانا فزعم علي أنه قاتل. قال: قد أجرنا، من أجرت؟ يا أم هاني. ثم أكمل غسله وصلى الضحى في وقت الضحى، صلى 8 ركعات كما حفظتها عنه أم هاني بنت أبي طالب. فقال: من هذا؟ لما سلم عبد الله بن حنين على أبي أيوب، ففي أنه كان مستترا كاملا لا يرى منه شيء ولا يرى من وراء الستار. المعنى هذا: قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس، أسألك ويسألك كيف كان صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فكان النقاش بين ابن عباس والمسور بن مخرمة هل يغسل المحرم رأسه ولا، ولكن ابن عباس علم أن أبا أيوب كان يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وكيفيته، فسأله عن الكيفية، وأراد أن يوصل العلم إلى المسور بن مخرمة أن ذلك من فعل صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. وقد يكون التصرف في السؤال من عبد الله بن حنين لما أرسله، ما عاد سأله هل كان صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم ولا، فإنه وجد أبا أيوب نفسه يغتسل، ما عاد يحتاج يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وما يغتسل وهو محرم، فسألوا عن الكيفية كيف كان يغسل رأسه، لأن فعله دليل على أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم. فلما سألوا عن كيف يغتسل وضع يده على الثوب الذي يسترونه به، طأطأه وطأ حتى ظهر رأسه من فوق الثوب، فطأطأه يعني خفض الثوب وأزاله عن رأسه فظهر رأسه، ولما بدا رأسه وظهر قال لإنسان كان عنده يقف عليه ويصب الماء عليه، قال: يصب أصبب، فصب على رأسه، فلما صب على رأسي حرك سيدنا أبو أيوب رأسه بيديه، أي دلك شعره بيديه وهو الماء يصب عليه. قال: فأقبل بهما إلى الأمام وأدبر إلى الوراء، فدل على جواز ذلك ويكون برفق، فلا يتهاون بنتف الشعر بإزالة الشعر، لأن المحرم لا يجوز أن يتلف شيء من شعر رأسه ولا لحيته. وهكذا يقول الأئمة الثلاثة: لا بأس بذلك ولا كراهة فيه، فعليه جمهور أهل العلم. كان مالك يقول للمحرم
ينبغي أن يجتنب ذلك، فكره له أن يغسل رأسه إلا إذا وجب عليه الغسل، فعند الوجوب متفقون عليه. ثم قال سيدنا أبو أيوب: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ولو لم يقل ذلك لكان فعله ذلك كافيا، لأنه سأله كيف كان يغسل رأسه صلى الله عليه وسلم فقال هكذا. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان تأكيدا أن ذلك من واقعة حال من خاتم الإنباء والإرسال صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث عمر بن الخطاب قال: يعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء، يعني هو محرم وهو يغتسل يعني في أثناء إحرامه، أصبب على رأسي. قال له: يا لا تريد أن تجعلها يعني هذه الخصلة بي، يعني لازم بي أنا أن أمرت أني صببت؟ أنا ما صببت يعني، قالت أن أنا أتحمل إن كان شيء خرج من شعر رأسك، وإلا خرجت عن الشعث إلى التزين في الحج. فقال له سيدنا عمر: أصبب، أفرغ الماء، فلن يزيده يعني شعر الماء إلا شعثا، هذا ما هو دهن ولا هو طيبة، زمان غسل بشعر ما يبعد شعث الشعر الماء، لأنه ليس بدهن، فلن يزيده شعثا. ففيه أيضا أن سيدنا عمر بن الخطاب كما عليه الجمهور يرى أنه لا بأس للمحرم أن يغسل رأسه. وذكرنا حديث ابن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى، يقال لها طوى وطواء وطواء، بات بذي طوى، بين الثنيتين، يعني الطريق الضيق بين الجبلين يقال له ثنية أو طريق عالية في الجبل، حتى يصبح ثم يصلي الصبح. في رواية الصحيحين: فإذا صلى الغداة يعني الصبح اغتسل، ويحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: ثم يدخل مكة نهار الاقتداء بفعل النبي. وكان ابن عمر مشهور عنه قوة اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من الثنية التي بأعلى مكة التي ينزل منها إلى المعلى، هذه هي الثنية التي كان يدخل منها صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة، بجانب المحصب، ينزل جنب المحصب، المحصب يشرف على الحجون. وهناك أيضا المحل المسمى زرود يخيم فيه صلى الله عليه وسلم، يشرف على الحجون، من سكن طيبة وخيم في زرود صلى الله عليه وسلم بارك الله. وكان إذا دخل مكة دخل من كدا، من هذه الثنية العليا، إذا خرج من كدي، من الثنية السفلى، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمر حتى يغتسل، ففيه اغتسال وهو محرم لأجل دخول مكة. قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بيطوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا، أي وهم محرمون. والحديث جاء أيضا في صحيح البخاري كما جاء عند الإمام مالك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. واستدل مالك بهذا الحديث الأخير عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. قال مالك: سمعت العلم يقول لا بأس أن يغسل رجل محرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة رأسه وقت التحلل له، وقبل أن يحلق رأسه، وكأنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل الجمل وحلق الشعر وإلقاء التفثي ولبس الثياب. وعنده بعد الرمي في يوم العيد يمكن أن يغسل رأسه، يعني انتهت الكراهة عند الإمام مالك لغسل الرأس، والله أعلم. جعلنا الله من أهل الإنابة والاستقامة، حسن الاستجابة، وأتحفنا بالكرامة.
ادخلنا في دائرة حبيبه المظلل بالغمامة ورزقنا مرافقته والبرزخ يوم القيامة وفي دار الكرام وأصلح لنا ولأمته جميع الشؤون في ظهور البطون. فرج عنا جميع الكروب والأمراض والهموم والغموم والحزون وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين في عافية بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.